في السياق أنا حبيت أذكرها الآن يعني بالمناسبة. إياكم العيد، نحن نحذر جميع الناس، العيد العيد العيد، التقارب الاجتماعي في العيد كارثة عظمى، التقارب الاجتماعي في العيد كارثة عظمى. هناك بؤر للوباء موجودة الآن في جميع المناطق، حتى في مناطقنا في بؤر للوباء، الناس المخالطين للحالات المكتشفة وغير المكتشفة، هؤلاء الناس موجودين في مجتمعنا والآن موجودين بيننا. الفرصة المواتية للوباء حتى يمدد جسده الوباء ويتفشي في مجتمعنا طبعا هو العيد، بسبب التقارب الاجتماعي اللي بيحصل في العيد، كل واحد يعيد في بيته وهو عيد طول عمرنا ونحن بنعيد، لو عيد ما عيدنا ما فيها شيء. عيد عيدوا في بيوتكم هي يومين، لا يدفعك النشوة والفرحة تروح تعيد تسلم على أهلك وأرحامك وكذا، بالأخير لا نحب أن نقول سندفع الثمن غالي، التزموا في البيت وعيد كل واحد يعيد في بيته، والعيد عيد العافية، العيد عيد العافية، لا تخلي العيد يجي عليك وأنت أو عزيز عليك داخل أقسام العنايه المركزة، ويعلم الله تلاقيها السنف الصناعي أو ما تلاقيش. نسأل الله الستر وأن يحفظ الله اليمن واليمنيين من كل وباء ومن كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.